يحلمون اللي فيك يفكرون ياخذونك انت مني والله لو يتجنبون. يحلمون اللي فيك يفكرون ياخذونك انت مني والله لو يتجنبون. والله زي ما قلت يعني كانت في عروض كبيره والحمد لله يعني كانت لي رغبه تتاثر كل انديه المملكه تقريبا اربع او خمس انديه في الخليج العربي كانوا يتمنون يحسها. يحيى كان عنده رغبه كبيره انه يلعب النادي النصر، هذا اللي سهل الامر كثير بصراحه في اللعب نادي النصر، وهو شرف لأي لاعب إنه يلعب في نادي النصر، نادي كبير طلع عاشق طلع مهتم طلع دايب طلع مشتاق، ونحسب وحدي المغرم طلعنا اثنين عشاق. طلع عاشق طلع مهتم طلع دايب طلع مشتاق، ونحسب وحدي المغرم طلعنا اثنين عشاق. مثل ما سر لا يسر لي، وانا احسب من زمان هو اثار يحبني من قبل. طلع عاشق طلع مهتم طلع دايب طلع مشتاق، ومشتاق وحدي المغرام طلعنا بيننا انا خفت انه يرفضني او انه ما يلاحظني، طلع مو بس هو ملاحظ طلع درسني حافظني. انا خفت انه يرفضني او انه ما يلاحظني، طلع مو بس هو ملاحظ طلع درسني حافظني. مثل مسهر لا يسهر لي، ونحسب من زمان هو أثار يحبني.